وبالنسبة لعملية الانتقال الحقيقة تم دراسة خيارين، الأول في وقت مبكر في الفترة الصباحية والآخر في فترة ما بعد الظهيرة، وتم الأخذ بخيار فترة الظهيرة وذلك للحد من التأثير على حركة الطيران بالمطار نظرا لأن هذه الفترة بها حركة طيران أقل. وستكون آخر رحلة تقلع من المطار الحالي حوالي الساعة 3:00 ظهرا، وأول رحلة تصل للمطار الجديد قبيل الساعة 6:00 مساء بإذن الله، وسيتم نشر المواقيت الفعلية في وقت لاحق قبل التشغيل بإذن الله، وبذلك سيتم أيضا إعادة جدولة بعض الرحلات بالتنسيق المسبق مع شركات الطيران. كذلك فإن خطة الانتقال سوف تكون دفعة واحدة، وذلك من خلال إغلاق المطار الحالي والبدء في الأعمال التشغيلية للمطار الجديد خلال المواقيت المحددة. فيما يتعلق بمعدات الخدمات الأرضية سيتم أيضا نقلها أثناء فترة الانتقال المحددة، وسيبدأ نقلها من ظهر يوم 20 مارس 2018. سيتم كذلك نقل جميع المكاتب الموجودة الآن في المطار الحالي من قبل الجهات التي تشغلها بالتنسيق مع فريق الجاهزية بشركة إدارة المطارات. سيصاحب طبعا خطة الانتقال خطة إعلامية لهذا الانتقال، والهدف منها هو اختيار جميع المسافرين وشركات الطيران ووكالات السفر والسياحة والمواطنين والمقيمين في انتقال المطار إلى المبنى الجديد بتاريخ 20 مارس 2018 وفي الوقت المحدد. بعد الوصول آخر رحلة في مطار مسقط الدولي الحالي راح نقوم بإغلاق المنافذ للمطار الحالي بالتعاون مع الإخوان في شرطة عمان السلطانية، وفي ذات الوقت راح نقوم بوضع لوائح إرشادية لجميع المداخل المؤدية للمطار الجديد سواء كان من شارع سلطان قابوس أو شارع سريع أو شارع 18 نوفمبر. بإذن الله راح تكون أيضا من بداية شهر مارس في نشرات توعوية في جميع الرحلات القادمة لمطار مسقط الحالي بموعد الانتقال لمطار مسقط الدولي الجديد. أيضا راح يكون بإذن الله معنا فيديو توضيحي قصير يرشد المسافرين إلى مداخل مطار مسقط الدولي الجديد، وراح يكون معنا موظفين مهمتهم الأساسية توجيه المسافرين سواء كان من المطار الحالي للمطار الجديد أو داخل مرافق المطار الدولي الجديد بإذن الله. ايضا راح نقوم بتوفير خدمه نقل من المطار الحالي الى المطار الجديد لاي مسافر قد توجه عن طريق الخطا الى المطار الحالي بعد موعد اغلاقه، وايضا راح تكون الخدمه متوفره للمسافرين القادمين للمطار الجديد اللي قد يكونوا تركوا سياراتهم في مواقف المطار الحالي. بالنسبه للرسائل النصيه راح باذن الله نبث رسائل نصيه عن طريق بالتعاون مع الشركات العاملة في قطاع الاتصالات في السلطنة بلغات مختلفة وإيصال هذه الرسائل لجميع المقيمين على أرض السلطنة بإذن الله. إحنا اليوم بدأنا طبعاً المؤتمر الصحفي هذا الخطة الإعلامية، وراحنا أن نواصل خطتنا الإعلامية إلى ما بعد موعد افتتاح مطار مسقط الدولي طبعا بالتعاون مع الجهات الإعلامية وشركائنا الاستراتيجيين وجميع العاملين والمختصين بقطاع الطيران في السلطنة بإذن الله.